على مر عقدين من الزمن يحافظ الإخوة ربحلة على تربية الأبقار الحلوب بأنواع متعددة هنا بمنطقة بنجراد بالبيض بمالهم الخاص كنموذج استثماري ناجح، حيث يوفرون ما يقارب 1000 لتر من الحليب يوميا. الفكرة هذه تاع تربية الأبقار رانا يعني مدهمين معها، رانا نربوا الأبقار كيما هاك، والحمد لله رانا ناجحين في هذه التربية و ننتجوا الحليب، نربوا الكريف، نحوسوا على عمارة البلاد. نشاط دؤوب وعمل يومي شاق للمربين أمام ما تتطلبه تربية الأبقار من جهد وعناية خاصة في ظل بعض النقائص والاحتياجات. فيها تعب كبير، هي تعب كبير، راك تشوف راك شت بعينك في لونغار الاخر، راك شت عملية تنقية، تسوفري في الشتاء هنا، تسوفري في الصيف السخانة، يعني تصبر صابرين معاه. لابريم كاين 7 شهور ما خلصوهاش، عندنا المشكل هذا. كاين وحدين راه باغيين يبيعوا البقري على المشكله هذه، مشكل تاع نخاله، مشكل كهرباء، مشكل عندنا شحال من مشاكل، حتى المسالك تاع مسالك المزارع هذه باش يدخل الفيرم تاع ما كانش. فيما يخص الكهرباء الفلاحيه بالنسبه للمربي الابقار، القضيه راهي قضيه يعني لي بوين جي بي اس تاع الابر اللي راهم متكلفين بها. حنا نطلبوا من رئيس الجمعيه يتصل بنا المسؤول المديره مع الفرع الفلاحي ويخرجوا يعينوا الابار هذه وياخذوا نقاط الجي بي اس ونحولوهم الى سوني الغاز للاسراع في ايصال الكهرباء لهم في اقرب وقت. لا بريم اللي راهم يدوا فيها تاع الحليب بالنسبه للمربين اللي راهم عندهم مده كبيره ما داوش، القضيه راهي قضيه عدل ملبنه في روحها اللي راهي تدي عليهم في الحليب. الوثائق ما قدمش، لكن السمانه الجايه راه معدهم 5 وضعيات 5 شهور راه تكون واجده، وان شاء الله يستفيدوا من لا بريم هذه في اقرب وقت. نموذج اثبت نجاحه وسط تحدي للصعوبات في صوره تعكس حجم المجهودات التي يبذلها الاخوه ربحلة في اطار تطوير تربيه الابقار لانتاج الحليب بالمنطقه في وقت ينتظر المرافقه والدعم